بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف الكثير من الناس يسألون عن تحصين البيوت، وتحصين البيوت هل يوجد تحصين بعد تحصين بيّنه وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تذهبون إلى رقم مخرف يبدأ يكذب عليكم ويصفصف ويهرج ويخربط عليكم، وتتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التحصين. تحصين البيوت قراءة سورة البقرة، أيما بيت قرئ فيه سورة البقرة ليقربه الشيطان 3 أيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تحصين البيوت في قراءة القرآن، كما قال أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحفه الملائكة وتهجره الشياطين وتكثر بركته، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحفه الشياطين وتهجره الملائكة وتقل بركته. تحسين البيت بارك الله فيكم كثرة الصلاة في البيت، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. وليس بما يرشد إليه رقاة الخرافة والتخريف والتحريف، رقاة البدعة، رقاة الكذب، رقاة الجهل. يقول لك استعمل الملح وذر الملح وبخر بالحلتيت، وهذه الخرابيط التي ما أنزل الله بها من سلطان. يا سبحان الله العلي العظيم، يا سبحان الله العلي العظيم، تتركون سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وتتركون ما أرشد إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتتركون ما أرشد إليه علماء السلف الآئمة والتابعون والآئمة والعلماء، وتذهبون إلى راقي مخرف يلعب بكم، يأتي بالماء وضع فيه مسك أسود وضع فيه ملح الهمالايا ولا ملح الحية ولا الملح الصخري، ورش الزوايا كأنك تتبع في الذباب، كأنك تصطاد في الذباب. ما هذا اللعب؟ الشيطان الجن ينتظرك حتى ترشه بالماء المرقي، أو تستعمل له المسك الأسود، أو تبخر له بالحلتيت. يا سبحان الله العلي العظيم، يا سبحان الله العلي العظيم، يا سبحان الله العلي العظيم. أين العقل؟ أين الدين؟ أين العقل؟ أين الفكر؟ يا سبحان الله. ابتعدوا عن هؤلاء الرقاة الذين يلعبون بعقولكم، يلعبون بصحتكم، يخدمون الجن، يزيدون الشيطان الجني تسلطا عليكم. تحصين البيت واضح بين سهل، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد أن تحصن بيتك من الشياطين، إذا دخلت على أهلك فسلم واذكر الله سبحانه وتعالى. الشيطان يقول لا مبيت، إذا أردت أن تتعشى أو تأكل الطعام سم الله، يقول الشيطان لا طعام ولا مبيت. إذا أردت أن تحصن البيت اقرأ البقرة، اقرأ القرآن الكريم، اقرأ الأذكار والأدعية، وأكثر من صلاة النوافل في البيت، صلاة الرواتب في البيت، يطرد شيطانك، يفر، يدبر. ولا تستعمل له الملح فيزيد تسلطا ويزيد مكوثا، لا تستعمل له التبخير بالحلتيت والحرمل والفيجل، الروائح الكرية النتنة التي تجلب الشياطين كما تجلب الجيف الكلاب. لا تتبعوا هؤلاء الرقاة، اتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تحصين البيت: قراءة القرآن، الصلاة، الأذكار، الاستغفار، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل. حذاري وحذاري من خدام الجن، حذاري وحذاري من المشعوذين، حذاري وحذاري من المنجمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.